السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ولا كنتوا جداد على القناة، ما تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله، انا عندي هنايا دجاج، نقدروا نديروا دجاجة صينة او نديروا بحال هكا هاد الفخوضة ديال الدجاج. وغادي نديروا واحد الكمية ديال البطاطا، ما يعادل واحد الكيلو ديال البطاطا. كنديرو حنايا هنا على حساب افراد العائله، وغادي نقيها بعد ما غسلناها ونظفناها مزيان. هنا درت البطاطا البيضاء، هاد البطاطا اللي كتبقى هكا مجموعه وكتكون ديال القليان، انا ما غاديش نقليها، نكملها وكنزيد نرقدها في الماء باش كيحيد من هذاك النشا. هنا غادي نقطع الخضر ديالنا، عندي القرعه هنايا، هاد القرعه الضيره لانها صحيه، وغادي نقطع القرعه الخضراء. صافي، هنايا الخضر ديالنا موجوده والدجاج قطعناه بحال هكا، وعندي واحد الفلفله حمراء، وعندي الثومه، الصوص ديال الثومه بحال هكا اللي كنحكهم. او كنهرسوهم. غادي نصايب الدجاج هو الاول، كيف ما قلت لكم الدجاج تقدروا ديروا دجاجه، تقدروا ديروا هكا الفخوضه على حسب المتوفر. صافي، كنجيب واحد المعلقه ديال الخردل او المطار، معلقه ديال الطعام، كنزيدها على الثومه. غادي نبدا نتبل، كندير هنايا شويه ديال الملحه، وكندير هنايا شويه ديال البابريكا او التحميره او فلفله حلوه. غادي نضيف عليهم شويه ديال السودانيه لان كتنسم الدجاج. كاين هنا اللي الفلفل الاسود او الابزار، والقزبر يابس، الكركم او الخرقوم البلدي، وكندير شويه ديال الزعتر. حنا هنا كنختاروا داك الزعتر اللي كيكون باقي خضر لان دابا الوقت ديالو كيكون رائع ولذيذ. كنزيد هنا واحد نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. صافي، وكنحرك هاد التسبيله، كنخلطها مزيان، كنمزجها هكا مع بعضياتها، وكنضيف ليها الدجاج. وكنبدا كنخلط هكا، كندير يدي وكنتبل هذا الدجاج مزيان حتى كنرقدو بحال هكا في هاد التتبيله. بحال هكا حتى كيتشرب ليا هاد العطريه. صافي، كنحطو على جنب، نقدروا نخليوه بحال هكا، نديروه في الصباح ونصيبوه هكا في الصباح ونوجدوه العشيه، او نوجدوه في العشيه ونخليوه الصباح. على الاقل كنخليوه ساعه ديال المكانه بحال هكا بعد ما ترقد مزيان. صافي، هنا غادي نجيب هاد المول كيدخل الفران، كندير شويه زيت البلديه، غادي ندهن الجوانب بحال هكا، وكنبدا نحط الدجاج كنضيفو هنايا. الفران ديالنا راه كيسخن على 200 درجة. صافي، كنستف هكا الدجاج ديالنا. الكمية اللي عندنا الا ما قدناش هاد المول كنقدرو نديرو لاطا، وهكا كنجبد له هاد الجلده ديالو، كنخلي فيه هاد الجلده لان حتى هي كتزيد تحمرو مزيان، ضروري ما كنخلي فيه هاد الجلده. صافي، كنستف هكا. صافي، كملنا الكميه ديالنا ديال الدجاج، غادي نخليها تتبيله
وغادي نقطع فيها حبيبات ديال البصلانه. عندي هنايا البصله صغيره، الا عندكم بصله كبيره ديروا بصله مشلضه هكا، تكون هكا على شكل طولي، تكون رقيقه، باش غادي نرافق بها هاد الدجاج لان كطلق فيه داك البلول باش كيطيب. انا عندي هنا بصيله صغيره دغيا كطيب صافي، وكنحركها في هاد التتبيله اللي بقات ليا ديال الدجاج حتى كتشرب ليا هاد العطريه او التوابل. غادي نضيفها على الدجاج. ان هاد البصله البيضاء كطلق الماء، بالاخص هاد الصغيره صافي. هنا غادي نجيب باش غادي نغطي، هنا غادي نفزق بحال هكا، فزقت هاد القاعد ديال الزبده صافي، وكنغلفو بحال هكا. وغادي ندير من فوق منه بابي الومنيوم، كنغطيه مزيان، كنزيد نغطيه هكا من الجوانب حتى كيتغطي يتغلف لنا كامل. وكنغطيه بحال هكا، كنجمعو من الجوانب كاملين بحال هكا صافي. غادي ندير فيه الثقب وندخلو الفران على درجة الحرارة. هنا كندير درجة الحرارة 220 لأنني غطيتو صافي، وكنخليه يطيب. وغادي نرجع هكا البطاطا ديالنا، غادي نقطعها هكا السمك ديالها شوية غليظ، كنقطعها بحال هكا، ما كنقطعهاش رقيقة بحال ديال القليان، كنخليها شوية غليظة صافي. وغادي نتبلها، كندير شوية الملحة، شوية ديال الزعتر. هادي انا معتمدة عندي، ما كنديرش القليان هكا، كندير شوية ديال السودانية وشوية زيت البلدية، واحد جوج معالق ديال الطعام صافي، وكنخلطها مزيان. وغادي نجيب اللاطة اللي مدهونة بشوية ديال الزيت، او كنفرش ليها ورق طهي صافي، وكنضيفها هنايا في النص ديال اللاطة. غادي نرجع للقرعة ديالنا صافي، وكنقطعها هكا طرفة كبار، كنخليهم هكا طرفة كبار. هادي هاد القرعة كتشوى هكا في الفران، كتجي رائعة وكتجي لذيذة، وجربوها وصحية أكثر لأنها ريجيم. كنقطعها هكا لربعة، وهادي هكا كنقطعها هكا على جوج، ولا بانت ليا هكا غليظه كنقطعها حتى هي على ربعه صافي، وكنتبلها شويه ديال السودانيه او الحار الحريف، شويه ديال الزعتر والملح، راه كاينه الملح اللي درنا تمايا صافي. وغادي نضيفها هكا على البطاطا من الجنب، كنستفها بحال هكا، وكندخلها كما قلت لكم اللي بغى بحال هكا الريجيم، ما بغاش القليان هكا احسن. انا دائما كندير هادشي هكا في الفران، تيعجبني وريجيم، ما كناكلوش الزيوت بزاف. عندي واحد الفلفله حلوه اللي قطعتها هكا بالرويز ديالها، وكان حتى هي كندخلها باش كتشوى صافي، وكندخلها الفران. وغادي نجيب هنايا واحد المقله، درت هنايا حبه ديال البصله مشلضه، كندير الثومه، فص ديال الثومه، شويه القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، كندير شويه زيت البلديه او زيت الزيتون، واحد جوج معالق كبار ديال الملحه، وكندير هنا القزبر يابس او القزبر يابس عفوا، كندير شويه الكمون، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود صافي، وكنحرك كنخلط هاد التتبيله بحال هكا، كنشعل البوطه على العافيه مهيله. وغادي هكا نرفقها بشويه ديال اللوبيا اللي سلقناها صافي، وكنتبلوها بحال هكا
حنا ما كنخلوش البصله كتصهد بزاف، غير كتشرب لينا ديك التتبيله وكتصهد شويه البصله صافي، وكنطفيو عليها. اللاطه ديالنا خرجناها ديال البطاطا، انتما شفتو كيفاش طايبه ومحمره، والقرعه ديالنا طايبه، انتما شفتو القرعه كطيب من داكشي. انا كتعجبني بحال هكا هاد القرعه، ضروري ما كنديرها في الفران. صافي وغادي نبداو نحطو. وراه جبدنا الدجاج ديالنا حتى هو بعد ما تحمر، راه خدا معايا ساعتين ديال المكانه، وخليته على خاطرو عاد باش حيتلو هكا الغطاء، وخليته تشرب في الفران عاد باش كنحطوه هكا في طبق تقليم. كنحطو البطاطا، نحطو القرعه، نتوما شفتو البطاطا محمره، حسن ما كنديرو هادشي مقلي اللي غير صحي للصحه، ما فيها بس مره مره كنديروه للوليدات، ولكن كندير هنا اكثر. نتوما شفتو معايا الدجاج محمر، نتوما شفتو، وباقى فيه شويه هكا ديال لاصوص، كنخليو هاد شويه ديال لاصوص. الدجاج ديالنا راه تحمر مزيان صافي، وغادي نرافقوه بحال هكا باللوبيا. كنديرو السلطه ديال مطيشه او السلطه اللي بغينا. هنايا التتبيله، هاد البصله اللي طيبنا في هذا خليتها هكا على جنب،